السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية يا جماعة. معاكم أخوكم الكويت آيفون. بهالفيديو إن شاء الله راح أتكلم عن جهاز جديد توه نازل، وايد تكلمت عنه في بتويتر والأيام اللي طافت. قلت إنه هو ممكن يكون المنافس والشيء الوحيد اللي فعلا حسيت إنه شيء جديد وفي تطور، وفي أي شيء انت ببالك يكون غير عن الايفون وغير عن الاندرويد هو موجود بهالجهاز. الجهاز اللي راح اتكلم عنه اليوم جهاز النوكيا لوميا 920. الجهاز فعلا شيء قوي، طبعا حجمه وايد مقارنة بالاجهزة اللي موجودة، مو كشاشة، كعرض وسمك وثقل يعتبر أثقل واحد فيهم، لكن الجهاز نظام جديد ويندوز فون 8. كثر ما راح أتحكى شيء جديد، شيء لا صار ولا استوى، ما راح أقدر أوفي حقه. يعني فعلا نوكيا ومايكروسوفت وقفوا وقفة صح بالنسبة لي أنا، وردوا رد صح مع النظام ومع الجهاز. الجهاز مواصفاته جدا قوية، ممكن تشوفونها عن طريق موقع جي اس ام ارينا. داعم حق اغلب الشبكات 2G 3G 4G. بالنسبة حق النظام يعني فعلا تجربة جديدة، شيء جديد ما شفتوه بالايفون او بالاندرويد. طبعا في البداية مثل ما احنا شايفين راح تكون النظام بشكل عام راح يكون عبارة عن صفحتين، صفحة التايلز مثل ما احنا شايفين، وصفحة الابليكيشنز اللي موجودين بالتليفون. صفحة التايلز كلها راح تكون الطريقة الجديدة اللي حاطينها نفس تقريبا ويندوز 8، راح تكون كلها ايكونات انت تكبرها وتصغرها مثل ما تبي، مثل ما احنا شايفين تضغط عليها تصغره وتكبره. بالاضافة انه راح يكون لايف تايل، يعني اذا ملاحظين في عندنا هني الفوتوز لايف، الميوزك لايف، الهابز عندك حق الجيمز حق الاكس بوكس والجيمز هم راح يكون لايف. كم مثلا يكون في عندك مثل المي الاكونت مالك تقدر تحط فيه كل حساباتك بالتويتر الفيسبوك الهوت ميل، فكم عدد الابديتات اللي موجوده عندك راح تكون بالمي، بالاضافه الى مميزات الجهاز بشكل عام والنظام. اول شيء طبعا الشيء المميز باللوميا 920 اللي هو الكاميرا، شيء جدا خيالي الكاميرا. على سبيل المثال اذا شفنا على الصور، اذا دخلنا بس خلينا نتكلم بشكل عام اول شيء على النظام ومميزاته. النظام طبعا داعم حق كل اللغات بالاضافه للغه العربيه موجوده بلتن موجوده. بالنسبه حق الابلكيشنز في اشياء وايد نوكيا حطتها، في اشياء وايد موجوده بالنظام نفسه. طبعا ترتيبهم راح تحس كل شيء راح تستخدمه راح تشوف شيء جديد، شيء ما مر عليك، مو نفس الاندرويد والايفون ايكون تطق عليه يفتح لك برنامج وتدش منيو، شيء وايد غير وايد جديد. استغربت وانصدمت فعلا من سهولته. توقعت انه ممكن اخذ وقت على ما اتعلم على الايكونز وكذي، لكن طلع وايد وايد سهل ومو بذيك الصعوبه. فعلى سبيل المثال في عندنا اول شيء الكاميرا راح تكون طبعا 8.7 ميجا بكسل، تصويرها شيء خيالي سواء كان بالاضاءه ولا بدون اضاءه. راح اوريكم الصور. بالنسبه حق الفوتوز طبعا طريقه الدخول مثل ما احنا شايفين شلون فتح، راح يطلع لك الفيفوريتس، الواتس نيو راح يطلع لك شنو الاكونتات اللي انت حاطها. مثلا انا حاط الاكونت حق تويتر، فاي تويت مكتوب فيه او في صوره راح تكون موجوده بالفوتوز مثل ما احنا شايفين. الفيسبوك نفس الشيء، تويتر، اي مكان انت حاط فيه راح يطلع لك. بالاضافه ان في عندك صور موجوده بالكاميرا رول مثل ما احنا شايفين، هذا تصوير الجهاز كاميرا الجهاز، شيء روعه روعة بشكل خيالي. اوكي هذا بالنسبة حق الكاميرا.
في عندنا هم ابلكيشنز ثانيه خاصه بالكاميرا. في عندنا السينماجراف، في عندنا البانوراما، في عندنا السمارت شوت، كلها مختصين بالكاميرا. ممكن ان بعد ما تاخذون الجهاز تعمقون فيهم اكثر. داتا سنس يحط لك استخدامك حق الجهاز بالنسبه حق شبكه الهاتف النقال او الوايرلس، ايش كثر استخدمت على الاثنين، اذا تبي تحط ليميت ما تبي تحط ليميت، اليوزج شنو الابلكيشنز اللي انت منزلها وشنو الابلكيشنز اللي قاعد تستخدم منك. عندك مثلا الابس داونلود مستخدم 50 ميجا، والستريمينج ميديا مثلا يوتيوب او واتيفر مستخدم 49 ميجا على السيلولر و5 ميجا على الواي فاي. فشيء وايد حلو اللي قاعد يحط لك اياه. بالنسبه حق الجيمز طبعا راح يطلع لك على حسب، اذا انت كنت مسوي كونكت مع الاكس بوكس راح يطلع لك بميزه الجيمز. بالاضافه اذا انت في جيمز منزلها على الجهاز راح تلقاهم موجودين عندك، مثل ما احنا شايفين يعني عندي فلو فري لعبه انا منزلها، واذا ملاحظين سرعه الجهاز انه شلون قاعد يفتح. فبالنسبه حق اللعبه اوكي، فهذه اللعبه موجوده تتوقع بكل الاجهزه. اوكي زين، في عندنا شغله ثانيه، اذا رحت على اليمين راح يطلع لك الاكس بوكس، راح تطلع لك شخصيتك بالاكس بوكس مثل ما احنا شايفين. شنو تقدر تشوف الاتشيفمنت، تقدر تغير شخصيتك، تنزل برنامج من الستور تقدر من خلاله تغير الشخصيه مو بالاكس بوكس بالتليفون. بالاضافه ان انت ممكن تشوف الفريندز اللي عندك موجودين، تشوف شنو الالعاب اللي قاعد يلعبونها، ممكن انك تدز له مسج، ممكن تشيله، ممكن تشوف بياناته. بالاضافه ان تطلع لك شخصيته شنو الالعاب اللي هو قاعد يلعبها حاليا ريسنت جيمز، وكمبير ممكن ان انت تقارن بين النقاط ملوتك وملوته بالنسبه حق الفريندز. عندك بعد الجيم ستور ممكن تدخل عليه حق الاكس بوكس وتشوف شنو الالعاب، بالاضافه الى السبوت لايتس تشوف شنو اللي موجود بالستور، كله خاص حق الاكس بوكس اكثر شيء. في عندنا الهلب والتيبس، اذا ضعت ما تدري شنو اللي انت قاعد تسويه او معلومه تبي تعرفها ممكن تضغط على الهلب والتيبس تشوف شنو المعلومات اللي انت ممكن تستفيد منها او تعلم عليها بالنظام ويندوز 8 او حق النوكيا. بالنسبة حق اللوميا الهوت ميل طبعا الايميل راح يكون، اذا كان عندك هوت ميل اتوقع الكل عنده هوت ميل. الانترنت اكسبلورر اللي هو البراوزر راح يكون طريقته وايد حلوة. مثلا خلونا ندخل على نيويورك تايمز، نيويورك تايمز نشوف طريقة فتح الموقع وسرعته. طبعا انا الحين مو شابك على الوايرلس، شابك على الثري جي. مثل ما احنا شايفين السرعة في فتح الموقع شيء وايد 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 حلو، شيء وايد جديد ممتع جدا صراحة. الميوزك والفيديوز ممكن انه يدخلك على الاكس بوكس اذا كان موجود عندك الاكس بوكس ستور حق الميوزك اللي هو الميوزك باس اتوقع اسمه، والهيستوري حق الاغاني الفيديوهات اللي انت شفتها سواء كانت من برامج منزلها او عن طريق الستريمينج او عن طريق الستور نفسه. ممكن هم انك توصله على الكمبيوتر مثل ما احنا شايفين وتنزل اي شيء موجود عندك على الكمبيوتر. شيء وايد جديد، وايد في فيتشرز. بالاضافه ان في عندك ثلاث اشياء نوكيا حطتها اللي هو نوكيا سيتي لينز. ابي اروح مطعم، مجرد ان انا اضغط فود راح تطلع لي الصوره هذه، شنو المطاعم القريبه مثل ما احنا شايفين شلون قاعد يعرضها مطاعم القريبه علي. ابي اروح هالمطعم تضغط عليه راح يحط لك وين المطعم وبياناته، اذا كان في صور اذا كان في شيء تبي ممكن ان انت تضغط على بنتو ستارت تحط له في البدايه، اذا كان في صور محطوطه عنه، ريفيوز مكتوبه عن المطعم، شنو المطاعم القريبه يمك غيره. فشيء وايد حلو وايد روعه. عندك شغله ثانيه اللي هي درايف ثرو نافيجيشن، الملاحه بلت ان موجوده بالنظام وموجوده بالجهاز، يحط لك على طول الدايركشن وين بتروح. الخبر اللي اعلنوا عنه انه راح ينزلون نوكيا مابس باسم هير على الاي او اس وعلى الاندرويد، لكن بالنسبه حق النوكيا فهو اوريدي موجود بالجهاز. الخرائط كلها شغاله
والنافيجيشن فيها موجود، فشيء وايد حلو ما تحتاج ان انت تنزل برامج هذه. احلى شيء موجود اكيد بويندوز 8 وبالنسبه حق النوكيا اللي هو الاوفيس دوكيومنتس. ثلاث شغلات راح تكون موجوده عندك اللي هو الوورد والباوربوينت والاكسل شيتس. اذا بتدخل على الوورد مثل ما احنا شايفين ممكن ان انت تكتب عربي وانجليزي، تتصور، تعدل كانه وورد دوكيومنت. خلصت منه تبي تسيفه، مجرد ان انت تضغط على سيف از وين تبي تسيفه، بسكاي درايف ولا بالفون. سكاي درايف اللي هو يعتبر نفس الاي كلاود او الدروب بوكس على اجهزه الاندرويد. مجرد ان انت تسيفه تفتح الكمبيوتر على ويندوز 8 او واتيفر الدرايف الديفايس اللي عندك اللي فيه سكاي درايف، راح يشتغل عندك بشكل طبيعي وتقدر تكمل تعديل على الملف نفسه. اوكي، رجعنا مره ثانيه يا جماعه بعد ما اشتغل الجهاز لانه طفى قبل شوي. وصلنا عند الباوربوينت والاوفيس دوكيومنتس. قلنا راح يكون شغال عندك الباوربوينت وشغال عندك الاكسل شيت وشغال عندك الوورد دوكيومنتس. فاحنا الحين قاعد نشوف الوورد دوكيومنتس، بعد ممكن ان انت تخزنهم وتحطهم باي مكان انت تبي، سواء كان بالسكاي درايف اللي هو يعتبر كانه الاي كلاود او الدروب بوكس بس بالنسبه حق نظام الويندوز فون. بالنسبه حق الشغله اللي موجوده عندنا بعدها في عندنا بيبل اللي هو راح يطلع لك الناس اللي انت موجودين عندك. ممكن ان انت تسوي غرف كانها تعتبر نفس الجروبات مثل ما احنا شايفين في جروبات، وفي عندنا الفاميلي روم تسوي مثل جروب شاتس او شغله كذي. بالاضافه انه راح يكون عندك اول يطلع لك كل الكونتاكتس اللي موجوده عندك بالاضافه الى اكاونتك وشنو اللي موجود عندك. فمثلا عندي الحين هني لتويتر طالع لك واتس نيو، اذا انت مثلا الناس هذه مسوي لها مثل ما احنا شايفين هذا بتويتر يطلعون لك الكونتاكتس الموجوده، الواتساب واتيفر راح يطلعون لك كلهم تحت منيو البيبل. الفون طبعا فون. الشغله الاخيره او اللي موجوده عندنا بالسيتنجز مثل ما احنا شايفين راح يكون في عندنا تو سكشنز، في سيتنج حق السيستم وفي عندنا سيتنجز حق الابلكيشنز نفسهم. تقسيمتهم وايد حلوه. طبعا ممكن ان انت تحط الابلكيشن او السيستم راح يطلعون لك كل السيستم الموجودين، لكن الابلكيشن راح يكون حق برامج معينه شنو الاعدادات حق البرامج هذه، والسيستم ممكن ان انت تغير فيه شنو اللي انت تبيه بالنسبه حق الاعدادات. السمارت شوت حق التصوير، الترانسفير ماي داتا هذه شغله وايد حلوه عن طريق البلوتوث. جت ريدي، مجرد ان انت تضغط كونتينيو تشغل البلوتوث. عندك ايفون جالكسي واتيفر الجهاز راح ينقل لك الكونتاكت من تليفونك القديم الى تليفونك الجديد اللي هو النوكيا عن طريق البلوتوث. دبل بلبوب وين وصلنا عند الترانسفير، وفي عندنا البرامج هذه الموجوده. اوكي، نوصل حق اهم شغله موجوده عندنا اللي هي الستور. طبعا طريقته وايد حلوه، توزيعته وايد حلوه، لكن نفس اي جهاز تقارنه بالابل ستور او الاب ستور صفر على الشمال. بالضبط الستور حق الويندوز فون كانك شاري ايفون 3G اول ما فتح الستور. برامج تافهه، ما في برامج وايد، ما في برامج فيها كواليتي، لكن في شغله وايد 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 قويه وحبيتها. برامج اللي تشتريها، برامج اللي بفلوس، في عندك توب فري وفي عندك نيو ورايزنج. في برامج راح تكون بفلوس مثلا هذه اللعبه ب 350 فلس، طبعا على حسب الدوله اللي انت موجود فيها راح يحط لك السعر. لو تلاحظون معي تحت في عندكم شغلتين تراي وفي عندك باي. هذه شغله وايد 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 روعه عجبتني، ما ابي اشتري لكن شنو اسوي؟ اجربه بعدها اشتري. ما له داعي ان انا اشتري على طول وبعدين تطلع اللعبه او البرنامج ما يسوى وفلوسي راحت علي وشلون اردهم، او انه يكون فري وليش ما ادري شنو من داخل البرنامج تشتري. لا، طق تراي مثل ما احنا شايفين، تنزل اللعبه، دش عليها، حلوه عجبتني، ارجع مره ثانيه ادش على الستور واطق مثل ما احنا شايفين لانها نازله راح يطلع لك باي
او شير. فالفكره هذه وايد عجبتني، لكن بشكل عام الستور يحتاج وقت، يبي له وقت عشان يكبر وتنزل له برامج تدعمه. طبعا وايد في اشياء ناقصه، وايد في اشياء الجهاز حاليا يفتقر لها. تويتر ما في، ممكن ان انت تضيف لتويتر فيدز وتكتب ستيتس، لكن ما تقدر منشن وتشوف والصور، يعني ما في برنامج تويتر اساسا. في برامج لكن حتى برنامج تويتر الاساسي مو موجود. انستغرام ما في، يعني البرامج اللي احنا متعودين على استخدامها يوميا ما راح تكون موجوده بالستور. لكن اكيد مجرد طرح الجهاز ونزول اجهزه ويندوز 8 راح يتعدل الستور، والديفلوبرز والمطورين راح ينزلون برامج اكثر والعاب اكثر عليه. حاليا الجهاز بالنسبه لي اذا باخذه او راح استخدمه راح يعتبر جهازي رقم 2 بدون منازع. نظام جديد، فكره جديده، استخدام جديد، في شيء ممكن ان انت تتعلمه وتتطور عليه وتستخدمه. استخدم اندرويد سامسونج وايفون بالنسبه لي كانت فكره وايد يعني تعيسه، لان نفس الشيء راح يكون ايكونز هني، ايكونز هني، نفس البرامج هني موجوده هني، اللعبه اللي بنزلها هني موجوده هني. لكن هذا الكاميرا غير، طريقه الاستخدام غير، الاوبريتنج سيستم غير، النظام غير، استخداماته ممكن تكون هم بعد غير عن استخداماتك حق الايفون او حق اي جهاز ثاني اندرويد. سامسونج مثلا طريقه العرض تختلف. فبالنسبه حق نوكيا ومايكروسوفت بهالجهاز والاجهزه او الجهاز الثاني اللي هو نفسه لكن بحجم ومواصفات اقل اللي هو 820 لوميا 820، شيء متعوب عليه ويسوى لابعد درجه صراحه. في النهايه الف الف شكر يا نوكيا انك وقفتي انت ومايكروسوفت طلعتوا لنا هالجهاز اللي فعلا الواحد يشوف فيه شيء جديد، فكر جديد، في تطور موجود عند هذيل. كل صراحه لو الستور فيه برامج وشيء يسوى ممكن اقط الايفون واحول على هذا، لكن حاليا ايفون از ماي توب، لكن هذا 100% لا سامسونج بالنسبه لي ولا غير سامسونج. نوكيا از باك، مايكروسوفت از باك، هذا اللي اقدر اقوله على جهاز اللوميا. وشاكر لكم متابعتكم، لا تنسون تسوون سبسكرايب على القناه، لايك او ديسلايك على الفيديوهات. اللي عنده اي سؤال او استفسار انا موجود بتويتر، حسابي Q8iPhone مثل ما هو مبين عندكم. شاكر لكم متابعتكم، ويعطيكم الف عافيه على المتابعه والدعم، ومشكورين، ومع السلامه.